بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أحبابي المشاهدون جميعا عندما أتحدث إليكم أنسى وجودي أتحدث يتحدث عقلي الباطني يسرد ما أختزن صدقوني هذا اليوم الوحيد الذي شاهدت انه هنا سفينه الى جواري. فتبسمت وقلت سأبحر بالمشاهدين معي عبر هذه السفينه الى حلقه تذكرهم باولئك الناس الاكبر مني رحم الله من مات منهم واطال الله عمر من هو حي يرزق. ذكريات محفورة في قلبي في ذاكرتي فما بالكم بمن لديه كنز من المعلومات عمر طويل سجل كثير من اللقاءات مع هؤلاء وأنا لم أسجل لقاءات مع بعضهم ولكن شهد بعضهم وكيف يحظون باحترام الآخرين أنا ليس باحث اجتماعي ليست اختصاصي هذه الأشياء هذه اعتقد عميد الدراسات عميد الكلية المفتوحة والجامعة المفتوحة هو اختصاصه هذا والدكتورة ايضا اختصاصها هذا زميلته. انا ليس عالم تربية وعلم نفس. بس شاهد شاهدت الناس كيف يتعاملون مع هؤلاء منذ طفولتي وشبتي وشيخوختي وانا اشاهد واكتنز ما اشاهده. هذه ملاحظات عابرة قد أخطي في بعضها وقد أصيب في بعضها ولكنها أيضا من الذاكرة أستغرب كيف يحظى هؤلاء بالاحترام صحيح الناس كانوا قلة أعداد قليلة ليست بهذه الزحمة الموجودة اليوم ولكن حتما ليست الزحمة هي التي تباعد بين الناس فقط ولكن الاحترام وسلوك الافراد هو الذي يقرب الصوره الى ذاكره الناس. سلوك هؤلاء الاشخاص معاملتهم مع الاخرين هي التي تحبب ان تطبع ذكراهم في قلبك في ذاكرتك في روحك في نفسك في عقلك في حتى انا احترت بمن ابدا بموظف الدولة ام بشخصيات اعتبرها شخصيات عامة لكل كان احترامه سابدا باصغر نقطة قال لي زميلي لا ابدا باكبر الشخصيات الاجتماعية التي لها اثر في عقل الناس الباطني من هنا سأنطلق مثل ما حكيت في حلقات سابقة مسجد النور مرتع للطفولة بدأنا نعي بدأنا ندرك شاهدنا ذلك الرجل البريع ذو الملابس البيضاء يتسابق الآخرين لأكبر منا لمصافحته و حب ايده وبوشت ايده ايش شغله من هو ليش رجل لا يتحدث كثيرا مع الاخرين يمشي بخط مستقيم الى عمله قاضي قضاة حضرموت رئيس المحكمة العليا في حضرموت القاضي عبد الله عب عوض بكير عجب بالمقابل يقابله شخص اخر عبد الله احمد الناخبي يتسابق الاطفال لمصافحته وبشيره بل حتى عندما يجلسوا في مكتبة حداد اللي هي من هلابي للساعات الان عند الدله المارة لابد يحيونهم المارة بعضهم لابد يسلموا عليهم يصافحوهم ليش ما يصافحوا الاخرين؟ هذا كمثال الشيخ عبد الله عبد الكريم بفلح كمثال ننتقل لح... تقول هذه طفولتك وهذه انت مكان مشاهدتك ال... انتقلوا الى مكان اخر عندما انتقل الشيخ عبد الله بكير الى حي البلاد ابنه عوض عبد الله عوض بكير كان المفتاح الفني للخدمة المدنية أيضا ما فيش صامت وخلوق ومؤدب حتى بتسامته باتزان وعلى فكرة عندما تجلس مع معظم هؤلاء جلساتهم خارج نطاق الرسميات يعني جلسات ممتعة فيها المعلومة فيها المزحة فيها النكتة فيها الـ كل الـ 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 الاخبار عوض عبد الله بكير كان ايضا يمشي بخط مستقيم الى عمله وياتي بنفس الخط الى بيته وجاد جاد جد يعني صارم جاد بعمله لكن لما تجلس معه صاحب نكته ويحظى باحترام كل الناس يعني حتى المراجعين مع تباين سلوكياتهم للخدمه المدنيه عندما يصلون امام عوض عبد الله بكير ينقلب الوضع حاجه ثانيه لا بد يتعامل برقي عوض عبد الله بكير في المعامله اتذكر بسودان في الهجره لما يخرج بزي الرسمي الميري عقولنا العسكري للجوازات كان مدير الجوازات يا اخي رجل بالزي هو الزي فقط يخليك تهاب الرجل الزي فقط تهاب الرجل ما بالك لما يكون الرجل أيضا راقي في سلوكه لمسات إذا خرجنا شوية حي السلام المقدم محمد باصرة ما برضه من الناس اللي يمشي في خطوط مستقيمة عصاية حق الضباط الصغيرة هي رمز له الوحيد اللي يلبس عقال يقري إلى مهامه إلى عمله اللي يريده إلى مقصده اللي يريده ولكنه مرجع أهل صاحب حكمة ما حد يتطاول عليه ما حد يخري معاه خروج مباح لا بتعامله كما هو هو مصرة انت تعامله مسطرة ومش هو بس عيسى مسلم بل على بطربوش الاحمر ابو عيسى مسلم مسلم بل على خرج اخرين ارجع علي حكيم برضو يلبس عقال. وما بعدد لك كل الناس لانه صراحه كان في قدوات في مراجع هذول مرجعيات للاحياء للناس وفعلا يستحقوا كلمه مرجعيه. لو جينا هذه هذه وظائف حكوميه اصحاب وظائف حكوميه ننتقل ليش الناس يحترموا عقال الحارات؟ عقال الـ 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 الحي؟ ليش اختاروا رؤساء الأرباع؟ من الناس الرزان اللي له قابلية وكلمة في محيطه، ما كان في انتخابات. كان معلوم حي الحارة في الشق الشرقي سنعين زبير من زبير عن بير الشيبة معلوم يعرفوه يعرف الفلان ويعرف الفلان ويسألون الفلان فعلا تصويتكم او اختياركم موفق ويخدم الناس هو ايضا يقوم بخدمه الاخرين يلبي حاجاتهم في افراحهم في اتراحهم يحل قضاياهم حتى خلافاتهم الاسريه ممكن يدخل فيها يعني ما يختارون عبث با مسعود جدي سالم با مسعود كان في سوق سمك الحاكم الامر الناهي في سوق السمك هو يحري بالسمك ولكنه هو ايضا مهمه مراقب عام لكل السوق والصيادين يمنع بيع هذا السمك لانه بدا يتعفن ممنوع تطرحه امام الناس اللي يرونه خلاص ملحه ورديه ملح ولا بغزيز يمنع عرضه فوق المحل حقك يعني وكان ينصاعوا اللي يوزعوا الصيد يبيعوا الصيد ينصاعوا للاوامر لانه في مصلحه له وفي مصلحه للبشر وما جاب الكلام لانه ضدك جاب الكلام لانه في نوع من عدم الامانه في البيع ولهذا كان مهاب ومش هو بس يمنع الصيادين من طوع البحر انك خالفت القانون، عملت كذا كذا واليوم ممنوع كذا كذا. ممنوع اليوم الصياده بال بالحاله الفلانيه، وانت تجاوزت. يعني امور كما هذه هي التي تولد الاحترام للاشخاص. والاشخاص هم اصلا محترمين. ونحن بنرتاح قليله، فاصل قصير. ونواصل فيما بعد اخبار الاحترام للناس شكرا <تصفيق> <تصفيق> عدنا اليكم ايها الاحباب نواصل الحديث تشيق صراحه وذكريات رهيبه وربما اجتر بعض الذكريات اللي ما دونتها الذاكره هي تملي علي ما اقول هذه في حي الحاره كنت اخر مره اتكلم عن سوق السمك كل العقال حتى في حي البلاد ما تجد شخص يتطاول على سالم باغويطة أبو حسين الله يرحمه أو على عبد الله بن طرش الله يرحمه أو على زهير الله يرحمه أو على أبو بكر بن منصور أو على آل بن نبهان كانوا قدوة باح إلى آخره بالغشيري وحدين كانوا قدوة هؤلاء قدوة رموز للحي احترام لهم في مسارهم في حياتهم في مساكنهم في حتى في سمرهم لهم احترام لما يحضروا مخدرة عرس أي شيء ولهم أيضا مكانتهم عند الناس في مش في الحي على مستوى المكلة الناس يعرفوا من هذا نفس الشيء في برع سدة بو عسكر المقدم سالم الله يرحمه عبود الله يرحمه وانا جلست معه وجلست معه اكثر من مره يعني آه تشعر ان الرجل مش عاد مش ذاك الرجل اللي اي كلام حكيم حكيم بجد ورزين بجد وكلامه محسوب اللي يخرجه وانيق في ملبسه ومش هو بس كل اللي حواليه اللي نسميهم نحن في تلك الايام المقادمه. اللي هم مكانتهم. من يتطاول على حسن على ابو حسن بيمن؟ او على بحباره، او على بن محفوظ، او على. لانه نعلم من هؤلاء. نعلم انه بكره انا احتاج الى هذا الرجل. واهلي يحتاجون الى هذا الرجل. في فرح، في اقترح وبالتالي قدوه هو قدوه وهو له مكانته في في الحي وفي كل الاحياء هكذا طيب تكلمنا على حكومه تكلمنا على عمل عام الشخصيات في عمل عام واعذرونا مش كل الاشخاص بتكلم عليهم بعددهم لانه صراحه مليانه كانت مكلبة بالقدوات في كل حي في قدوه حتى الاحياء اللي نشات في بعض في ناس مرجعيات موجودين حتى في مساجدنا في مرجعيات مسجد عمر كان الشيخ محمد باجنيد مرجعيه بكران مرجعيه عبد الله باعنقود في الروضه مرجعيه البزنبور في الجامع مرجعيه بقى يصير في المحلوة مرجعية الجوه في النور مرجعية يرجعون الناس إليهم لبعض المشاكل الدينية أو اللي يعتقد أن الإنسان دينية أو سورية ممكن يرجع إليهم ما يردوا الناس وإذا عجزوا عن الحل هم نفسهم يسعون مع آخرين للتوصل إلى حل ما يتركوها في فالته ما يوصلوها المحاكم مباشرة في النطاق الضيق يوسعونه شوية ممكن يصل إلى المسجد لابد من حل إذا استعصى الأمور استعصت نهائيا أو أحد الأطراف الخصام أبى فالمحكمة هي الفصل والمحكمة ترجع إلى هؤلاء لان الطرف الاخر يقول لهم انا عرضت المشكله بغيت الوساطه من فلان ومن فلان وفلان وفلان والشيخ عتعوت والشيخ باع عنقود والشيخ فلان والشيخ فلان ويسالوا الشيخ فلان والرجل فلان يؤكد كلام هذا يا رجل حاول تهدى هذا اخوك هذا قريبك هذا في حفتك هذا بيضر صاحبك لاحظوا المرجعيه الاساس افتقدناها اليوم بنتقل الان عمل حكومي اخر ما كانت السلطة اللي يتمتع بالسلطة سكرتير الدولة اللي هو رئيس وزراء او ناظر معارف اللي هو وزير التربية او ناظر الاشغال اللي هو وزير الاشغال العامة ما كان يسير بحرسه ويرجع بحرسه وسيارة تشله وسيارة تحطه معظمهم يمشوا على أرجلهم إلى أعمالهم لكن وقارهم وانضباطهم احترامهم وزير يمشي إلى شغله عادي ويكلم هذا ويكلم هذا ما فيش عندنا التبجيل اللي نشاهده اليوم ما كان موجود. كان التبديل في المراسلات في الاحترام المراسلات. لابد تكتب المكرم سعاده المكرم، معالي المكرم. نحن نكتب الاخ، والاخ من القرآن، الاخوة اسمى المراحل، ولكن تشتمه بعد الاخ. في تلك الفترة وانا لاحظوا وانا اتكلم على الستينات في بداية الستينات وإلى أو آخر الستينات هذا مطلع السبعينات معظم الشرطة خذوا خذوا مثال أنا بجيب مثال الآن شوف ورد معظم الشرطة الجنود الشرطة المدنية يسمونها كانوا أول هذول يتواجدون في الشارع يومي لابد في ناس يكونون في الشارع يمشون ويستخدم عصا وصفارة عصا وصفارة والعصا مربوطة بخيط أو قطعة من البلاستيك على جنبه ولا يستخدمها إلا في المنازعات الشديدة والصافرة يستخدمها عند مرور موكب السلطان أو موكب المستشار عندما يطلع السلطان بيتفرع على الشارع ويطلع هو وجندي واحد وسايق او هو السايق فقط اول مستشار يمر من مكان ومر في الشارع مشان ينتبه انه في ما في حد يعرقل المشي او وقت الصلاه وخاصه المغرب والعشاء ينبه الماره واصحاب المتاجر بالصافره انه هناك فريضه معظم هؤلاء الجنود كانوا أشبه أميين ولكن بأمانة كانت هيبته بزيه اللي لابسه بتنظيمه لزيه اللي لابسه بثيابه اللي لابسها الشورت السروال القصير والشميز العسكري والحزام والرقم والاسم وال والاشاره عنده خيط خيطين ثلاثه خيوط او ساعه ما هو معدوم الان. كان انت تهابه خلاص انت عملت مخالفه يلا على المركز قدامي على المركز. ما تقدر تقول لا لانك فعلا ركبت مخالفه. لو قلت لا معناها مخالفتين. الان كم واحد يتبجح على الشرطه؟ ما هذه المفروض انه ما ما يعني هندامك ياتي صوره لشخصيتك لمكانتك. الان الشرطه يستخفوا بالهندام. الجيش يستخفوا بالهندام. واسف انا اقول هذا الكلام. بس هذه نصيحه وارده يعني صراحه انه هندام الشخص عنوانه. مش هذا بس حتى الضباط بن منيف وبا وزير وبا يا اخي اجسامهم ليست عضلات وليست فتوه ولكن البدله مش تلزمك خلينا من العسكر نطلع في المدرسين واحنا اطفال عندما يظهر المدرس مع مشي الامر وانا جالسين امام بنكوير بيت بنكوير على البحر او استاذ فلان جاي علي بن عويش جاي ولا استاذ نصر جاي ولا الاستاذ بن جوهر جاي مباشره نزرر القمصان حقنا مباشرة نمسح الغبار كنا لعبنا كرة ولا شيء من رجلنا من وجوهنا ونرتب نفسنا ونجلس منتظمين أستاذنا جاي, جاي مش هذا رئيسنا جاي هذا أبونا الأول جاي أول ما يقرب منا قلنا قيام هو الأستاذ محترم في نفسه هو اللي يسلم علينا قبل ما نرد السلام عليه هو كيفكم يا عيالي؟ نضرب له سلام نحن بخير الحمد لله ويمر بعد ما يمرنا يجلس نبدأ خلق فينا ال هو خلق فينا المحبة له هل هل هذه موجودة الآن؟ يعني صراحة بعض الأشياء شوها سهلة وممكن نتعامل بها في مجتمعنا ونرقي بمجتمعنا رقي نعود إلى الرقي من جديد بحاجة إلى اتزان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته